السلام عليكم. السلام ورحمه الله خويا ياسين. نبداو داك كي راك لاباس خويا؟ الحمد لله شكرا. الحمد لله راك مليح مليح. الحمد لله الحمد لله ربي يشافيك. بعد انتهاء من صلاه الجمعه انتهينا من صلاه الجمعه هيا وجينا هنايا رانا هذه كورانا قاعدين نديرو ها بلاصتنا ها المنبر تاع العوده ها المنبر تاع حكم الضعيف الذي لم يكن شيئا مذكورا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جمعه مباركه ان شاء الله لينا ولخوتنا وللمسلمين جماعين في أرض الوطن أو خارج الوطن في مشارق الأرض ومغاربها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أرض الوطن أو خارج الوطن في مشارق الأرض ومغاربها بصغيرها وكبيرها وشبابها وشباتها وشيوخها وصبيانها وأمنها ودركها وجيشها لا عصابتها. السلام عليكم خوتي. جمعة مباركة عشية مباركة تاني إن شاء الله نكونوا في ساعة مستجابة. دعونا ربي معكم وانتاني ساق الدعاء أنا ندعيكم تبادلوا دعوني وندعيكم دعوني وندعيكم ان شاء الله يكون دعاء مستجاب. وراه ياسين قابلني مسكين قال لكم ادعوا لي ربي معكم خصها عمل خصها خدمه ان شاء الله ادعوا لها ربي. ايوا قال لكم ياسين ان شاء الله مقابلني هنا كاميرا فينا قال لكم ادعوا لي ربي معكم ومسلم عليكم كاع. ندخلوا في الموضوع تاعنا ان شاء الله. تقريبا 48 ولايه حيطوا لي خاوتي سبحان الله خواتاتي نساء شباب شيوخ الله اكبر كراهم دايرين ولاد بلادي وبنات بلادي وشباب شباب خوتي خلعوني في واحد المسائل راهم يقولوهم لي اسمعوا السؤال الاول مليح. واحده مسكينه عيطت لي تاع ما نقولكمش مين واش من بلاد قالت لي خويا بن عوده قالت لي راني غيانه وما وبا. قلت لها صحه ما قالت لي بصح بو داي بيت ما يهضر معانا ما نهضروا معاه ما قلت لها علاه قالت لي دير الشعوذه. واو تسمعوا ها انا اللي مريض ها مي سقسوني انا اللي مريض انا ماشي مفتي انا ما نفتيش انا حاجه تعريبه ولا انا نهضر كيما هكا الواقع نهضر على السحور نهضر على الصلح بين الزوج والزوجه ماذا بيا انسان رقيه امراه ولا شاب ولا رقيه صح راني معاكم صح في حاجه تاع فتوى كبيره عليا ما نطقلهاش خوتي حسب عليها لا هي قالت لي با مشعوذ قالت لي في الليل مانيش نرقد قلت لها قلت لها راني حاس باللي تيجي عندي جن قالت لي نوضني تحس قلت لها تحسي لا حول ولا قوة الا بالله الاب يرسل جن يسخرها لبنته باش يجامعها اكرمكم الله شوفوا امر كي داير عقنا وواحد اخر كان يعيط لي يسكن في سكيكدا قال لي مراه ماتت وخلت الورد راح ولدها في اللي قال لك حفر عليها جبدها مقبر دمعها الدوسي ودمعها اللوك دمعها الدوسي ودمعها اللوك جبدها مقبر دبلها صباحها دار لها اللوك وبصم وخلاها غير كمقيوسه ما تفناش كاع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر على من تكبر وتجبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر على من ادنب واستغفر. الله اكبر الله اكبر هذا الشيء يوقع علاه كيما هاك. تعرف حاجه الواحد شوف كاع البيبان مبلعين راني قلت لكم ونزيد نعاود لكم خاوتي وخواتاتي وشباب وشباب وشابات وشبيبة خوتي راني نقول لكم كل باب كاع الابواب تغلق الا باب واحد ما هو باب الرب باب ربي سبحانه وتعالى. بعدنا على ربي الا ما كنت مغتسل مطهر الطهاره الكبرى وما كنت مصالح ربي تصلي يفوت فيك كل شيء خويا العين تفوت فيك اك معايا. تخلص قلبك لله الاخلاص والمتابعه يعني نخلص قلبنا لله قلوبنا نخلصها لله والمتابعة اتباع طريق النبي عليه الصلاة والسلام. طبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم ورنا كل شيء لكل داء دواء ودواء الذنوب والاستغفار. خوتي وخواتاتي ولاو كاع كيما هكا وحده قلت لواحد ولا وحده قلت لهم على صلاة صلاة التسابيح ما يعرفوهاش دوك نوريها لخوتي دوك نوريها لكم وديروها لقات ما يقولوها لكمش هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليها عبد الله بن عباس قال يا عبد الله بن عباس عليك بصلاة التسبيح ولو مرة في الأسبوع
أو مرة في الشهر أو مرة في السنة أو مرة في حياتك كلها. دهاء بهاء الوجه وصفائه تيسر الأمور، تشفي قلوب، تقضي الحوائج، مقربة إلى الله. الجمعة الجاية إن شاء الله نجيب بكار ركعي ونقولكم شحال تنفع هذه صلاة التسابيح. ديرها ولو مرة في حياتك، يغفر لك الله ذنوبك كلها ولو حتى الكبائر. قال اللهم ربي اغفر لي، واه ربي يغفر الذنوب. صح كاين دعاء اقولوه، دوك نقولها لكم. صدقت يا النبي عليه الصلاة والسلام، عليك الصلاة والسلام يا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. تقول له اللهم اغفر لي، ربي يغفر لك الذنوب، ذنب التعب، صانع القيم ما يوريهولك. إذا كنت تزني قدام ربي يولي لك الذنب تاعك، هاديك تزني. إذا كنت تدير حياة أخرى هاديك الذنب تاعك شاكدين. سأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعفو عليك تاشتاهي، يمحي لك كاع ذاك الذنب، كاع يقلع حتى من الصحيفة تاع الملائكة، نسيت الملائكة على ذاك الذنب. ما يوريهولكش ربي كاع، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، يفي لك الغفر يغفر لك الذنوب، بصح يوري لك نار، بصح اللهم مين تقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، يمحي لك كاع ذاك الذنوب، يقلع كاع من الصحيفة تاع الملائكة، وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. واحد يكتب الحسنات، واحد يقلع لك ربي كاع من ربي يحكم فينا كاع، يحكم في الملائكة، يحكم كل شيء تاعو. قلت لك احنا ما عندنا والو، كل بيبان تغلق إلا باب واحد، أي فره إلى هذا الباب الذي لا يغلق إلا أن تشرق الشمس من مغربها، وما يتبلاش بيبان توبة يتبلعوا. بصح رحمة ربي إن رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. اللهم اجعلنا من المتقين، قولوا كاع اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا ويجعلكم إن شاء الله من المتقين، من العارفين بالله. إلا دخلت ربي وجيت لهذا الباب وتوضيت ودخلت على ربي وجيت ودرت أبار ربي سبحانه وتعالى ودخلت، لقيت إبليس ما يخليكش، ما يخليناش نصلوا، ما يخليش، لقيت أنا معادي ربي راه ملعون صاي، ربي أمره باش يسجد لآدم وما سجدش، لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين. ولكن كان من العابدين لله من قبل، كان يعبد ربي من قبل، غير نهار اللي ربي خلق آدم قال له، قلنا قال له سجد لآدم ما بغاش يسجد، وقلنا الملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بنى آدم ما بغاش يسجد برك، ربي قال له سجد لآدم ما بغاش، دونك ربي راه يقول العبد يا عبدي سجد لي ليا، ما قالش لآدم، العبد ما بغاش يسجد، علاه إبليس ما يخليش. لقد أمر بالسجود فأبى فرفض متكبرا، فرفض تكبر على الله، ولكن كان من العابدين لله من قبل. ولكن دروك ربي راه يقول العبد يا عبدي سجد لي ليا، وانا نعطيك صوالحك، انا نلبسك، انا نوكلك، انا نشربك، انا نغفر لك الذنوب، انا نرحمك، انا ندلك، انا نعزك، انا نرفعك، انا نهودك. الله اكبر، ان شاء الله تكونوا من العارفين بالله. والله فروا الى الله، فروا الى الله. الايام راكم تشوفوا كي راه دايره الناس، الان بعض من الناس الله يهدينا ويهديهم، وحتى اهل الدنيا باينين واهل الاخره ان شاء الله نكونوا منها ان شاء الله، ان شاء الله باينين، الاخره تجبد والدنيا تجبد، وما عند الله خير ويبقى، هذه دار فناء، غاديك دار حياه، دار بقاء، دار الابديه، وفيها ما تشتهي الانفس وهم فيها خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ربي قلت لكم لا تحم قطنكم يا رحمة يا، أعطانا وحدة هذه هي 99 راهي عندها، راهم يصنعون لنا الوطن. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على أمتي اليهود يتعجبون بالحديث، راه يصنعوا الوطا يا خويا، رانا نخلعوا فيهم، ما تخلعنيش النطب، وما عند الله خير وابقى.
ربي عندها البوله، عندها حياه واحده اخرى، حياه جديده. الحياه اللي شتها هنا في الدنيا في الاخره ما كاش، لقات حياه جديده، حياه واحده اخرى، عالم واحد اخر. كنا في عالم وخرجنا منه هو بطن الام، دوك رانا في عالم الدنيا. راك تشوف بلي راك في عالم الدنيا، غادي اخي الكريم تروح الحياه البرزخيه، حياه واحده اخرى، كاع خلق واحد اخرين، ملائكه واحد اخرين، كلام واحد اخر كاع. يا ترى مين يبغوا يسالوك في الحياه البرزخيه؟ كاين الليل والنهار، كاين حياة واحدة أخرى، حياة جديدة، ما نقولكم لا ليل لا نهار، كاين العام، كاين الشهر، كاين الساعة، كاين الماضي، كاين الحاضر، كاين المستقبل، هادو تاع الدنيا. هنا كاين الليل والنهار، كاين السنة، كاين الشهر، كاين الساعة، كاين الدقيقة، كاين الثانية، كاين الماضي والحاضر والمستقبل. هاد الصوالح ما كاش مقل وحدة حاجة، كاين غير حاضر، غير حاضر، كل يوم جديد. ما كاش هادي شادرت البارح، البارح وين رحت، ولا العام اللي فات شادرت، ما كاش هادي غير جديد، كل يوم جديد، كل يوم جديد، حياة جديدة. إن شاء الله خاوتي يكونوا منها، إن شاء الله نطمعوا في رحمة ربي، والله يداروا فينا. هادي هادي يحكيها لنا. شوف الدنيا والهوى والنفس وإبليس والمال والأمل، زيد والأمل، رانا آملين في الدنيا، صايرة مطمئنين بها، بالك تطمئنوا بالحياة الدنيا. عندما يموت ابن آدم تجيه الملائكة، ماذا يقول له؟ يقول له: يا ابن آدم، تركت الدنيا من الدنيا تركتك، جمعت الدنيا من الدنيا جماعتك، ثم يطلب الرجعة. إن شاء الله نكونوا، قولوا معايا كاع آمين. 48 ولاية، شبيبة، شابات، شيوخ، خوتي كاع في أرض الوطن أو خارج الوطن، قولوا كاع آمين. إن شاء الله ما نكونوش من الذين يطلبون الرجعة، ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركته. خاصة ما راه يشوف في مكان تاعه وين راه رايح قبل ما يدبنوه في دارهم في فراش تاعه. حنا نطلبوا تاع عشان نطلبوا ان شاء الله كاع، نتمناها كاع خاوتي، نتمناها كاع خاوتي، كاع كاع صغيريها وكبيريها وجيشيها وامنها ودر، كاع خاوتي كاع نتمناكم. شكون نتمناكم؟ ان شاء الله اسرعوا بي، اسرعوا بي، خفوا الدوني، ولو شاء الله، ولو شاء الله يرجعك، يقول لك رجعك لاهلك ولا ندي، تقول اديني هنا صاي تسمح في كل شيء، ما تسحقش اهلك. حياه جديده قلت لكم، حياه عظيمه يعلمها الا الله، حياه جديده. يا ربي لا درنا تحته، والله ما كان اللي عذبك، ما كانش اللي عذبنا، وما كانش اللي ضربنا، وما كانش اللي، ما كان والو، ولا ربي بغى عذبنا، ما كانش لي سابون كرة أرضية كاع بجنها وإنسها وملائكتها، والله ما كان واحد يسلكنا من يد الله، من عذاب الله، إن عذاب الله شديد، إلا ربي يرحمنا سبحانه وتعالى. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم أنت غني على ذنوبنا، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمر صعب قلت لكم، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس الطماعة زودها القناعة. إبليس لعنة الله عليه، على بالكم ما يبغينيش، لعنة الله ما يبغيناش كاع، خاصة الناس جايبها مورايا، لعنة الله عليه، نفيق به بإذن الله، نفيق به عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أنا راني نقول لها: اللهم إني أعوذ بك من إبليس، اللهم إني أعوذ بك من إبليس. والله ما نسكت أنا خوتي وخواتاتي، والله مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف، طيع أمك، طيع بابك، طيع ربي سبحانه وتعالى، أدى الروح، اجتنب رفقاء السوء، ادعي خوك إذا كان خارج على الطريق، ادعي ها خويا نصلوا، ها ربي شنو يقول؟ أنا حنا ميتين ميتين، والله نعطيك العالم كومبلي. نعطيك كاع الحياة كاع راهي ليك، اديها كاع، ادي كاع الحياة الدنيا بيها، بدراهمها، بلواطها، بذهبها، بخلوص تاعها كاع. بصح من يجي ملك الموت، حسن البصري قال: وما من نعمة إلا والموت قاطعها. ملك الموت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأصحابه؟ هذا غير ملك الموت عليه السلام، لخاطش يأتي يأتي، راني نقولكم عليه شفويا، بصح غادي تراه رأي عين. قال والذي، قال لاصحابه بالاسراء والمعراج من سيدنا هود، قال والذي نفسي بيده لرايت الدنيا في كف ملك الموت كدرهم في كف ابن ادم. من يقول لكم كف؟ ماشي كيما تاعنا، اختلاف بين ارواح طاهره. ان الملائكه لا ياكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناسلون، انما يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. التسبيح عندهم كالتنفس عندنا. ها صارت اللي قلت لكم عليها، ربي خلق من يوم خلق السماوات والارض، خلق الملائكة، خلق ملك غير وقف، وخلق ملك غير ركع ليومنا هذا، خلق ملك ثاني غير قائم، خلق ملك راكع، وخلق ملك ساجد ليومنا هذا مازال ساجد، وخلق ملك قاعد. هذه بنادم يديرها في 5 دقائق، الافعال تاع 4 ملائكة يديرهم بنادم في 5 دقائق.
ربي يستحق العباده. والله انا عارف اللي قال ربي عذبني، نقول له اللهم انت غني على ذنوبي. ربي عندنا فعد يبغي يدخلك الجنه، شكون يقول له لا ربي هذاك داير ذنوب على دخلت الجنه؟ هو احكم الحاكمين، ما كاينش يدخل في حكمه، لا شريك له. ادبر احكامي وافعل ما اشاء. والله تبلغ ذنوبك السماوات والارض، تبلغ ذنوبك مثل زباد البحر، باش تقنط كاع ما تقنط. وقل لعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. تبلغ الذنوب تاعك السماوات والارض ولو مثل زباد البحر، ان تستغفر الله وترجع لربي الا غفر الله لك، ولا شك في ذلك. الدعاء مع الرجاء تكون الثقة في الله، الدعاء مع الرجاء دوك مع الثقة في الله، الثقة تقوى الله، تقوى الله. الخوف من الجليل عرفها عمر بن الخطاب هو الأول، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يا ترى رانا في هذو ربعة إلا قليل، والله إلا قليل، إلا قليل، إلا قليل. إبليس راه مزير روحه، قال فبعز أليكو إبليس لعنة الله عليه ماذا قال لرب العزة رب السماوات والأرض وما بينهما ورب كل شيء، لا معبود بحق سواه، لا إله إلا أنت يا الله يا الله يا الله. قال فبعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين، هذه النهار اللي ربي لعنه، قال لك من عنتني كاع نغويهم. ماذا قال له الله؟ قال فبعزتي وجلالي لأستغفرن لهم ما دام هم يستغفروني. انت بتقول يا ربي اغفر لي اغفر لك، تجد الله غفور رحيم. ربي والله سبحانه وتعالى ما يبغيناش النار، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الم اعد لكم يا بني ادم لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. ربي حذرنا وما ارسلناك على النبي عليه الصلاه والسلام، وما ارسلناك الا شهيدا ومبشرا ونذيرا، شاهد علينا ومبشرنا بالجنه ومن درنا من النار، وما ارسلناك الا شهيدا ومبشرا ونذيرا. خاطر ربي القول تاعها ما يتبدلش، يوم ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الباب الاول اللي قلت لكم عليه، فروا الى الله، فروا الى الله، فروا الى الله. هذيك الثقه في الله. علي رضي الله عنه وارضاه من اهل البيت ماذا قال؟ قال لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. نحبوا كاع النبي صلى الله عليه وسلم، نحب كاع الانبياء والمرسلين الصالحين، العلماء، المؤمن الصالح، نبغي كاع خوتي، ما نبغى حتى واحد على خويا، انا عبد ضعيف، انا كيما نتوما ولا اقل منكم كاع. علي رضي الله عنه وارضاه ماذا قال؟ علي رضي الله عنه وارضاه ولد عم النبي عليه الصلاه والسلام، الزوجه تاعو فاطمه الزهراء رضي الله عنها. بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله اخوتي هادي تكونوا متابعين كيما هكا. تعريتو كاع، تعريتو كاع، ما كاش واحد قدبكم منا ولا ورنا لكم. الاب مسكين ما يعرفش، الا كان خوك مسكين ما يعرفش. بصح دخلي اختي في الانترنت، دخلي عند العلماء، دخلي اقراي اقراي. لا بغا لا حنا اقراي على حجاب المراه، شرف المراه ما هو. تعريتو كاع اخوتي، راكم لابسين سراوي مقطعين، راكم بالجيبات. انا راني ننظر عليا، انا غير بالدعوه، انا اللي غير نشوفك هكا ندعي لك ربي بلا ما نعرفك، نفوت هكا نقول لها يا ربي احجبها، يا ربي استرها، يا ربي مسكينه ما على بالهاش، ما كاينش اللي ولالها. والله كنت بكوني، والله والله اللي نبكي، والله اللي نبكي عليكم. نقول يا ربي ولينا، يا ترى جيب لك الموت انت كيما هكا كتروحي كتروحي. تقول ربي استعلي ما نجيش، اعذيني احضر يا اخي المؤمن، اخي المسلم، اختي الكريمه، اختي المؤمنه، اعذري ربي يديك على غبله، اعذري ان ياخذك الله على غبله. طب الرجعه غادي ربي ما بكاش سؤال، تكوني بجيبه ولا عريانه ولا خامره ولا تكمي ولا ربي يديك على غبله. فروا الى الله، فروا الى الله. انا اللي نقول لكم ما عليا لا عبد ضعيف ولا ما كنت انا بروحي خايب ربي، انا داير ذنوب راني خايب ربي. راني نقول لكم والله فروا الى الله، والله فعلا غير ربي سبحانه عز وجل. ما كان دراهمك، ما كان مالك، ما كان ولادك، ما كان صحتك، ما كان القوه تاعك، سواء كنت رئيسا ام وزيرا ام عالما ام قويا ام فقيرا ام غنيا، والله ما ينفعك والو. والله ربي العزه، ربي غني عن العالمين. ان شاء الله ان يعذبك فيعذبك احببت ام كرهت، واذا اراد الله ان يرحمك فيرحمك. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم ابصرنا بعيوبنا، اللهم اهدينا واهدي بنا، اللهم اهدينا واهدي بنا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري،
واحد العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد اهلي خواتاتي بنات اختي، اللهم اجعلهم في طاعتك، اللهم اجعلهم في طاعتك. ديما نبغي خواتاتي وبنات اختي خير ديالهم ربي، ثاني ديكم ربي، لكم تبرزوا لكم بعدوا قال ربي. اتكاكاو ياتي يوم، ياتي يوم لا ريب فيه، من يجي ملك الموت حياه واحده اخرى كاين بزاف يطلبوا الرجعه. قال ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. ربي يقول الملائكة هذه الكلمة هو قالها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من يحطك في قبرك أخي كريم كوشي ولي ما قال لأولادك لا ضربك لا والو، شكون معك؟ معك رب العالمين. الله أكبر. استغفر الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أنت غني على دروبنا، اللهم اغفر لإخواننا، اللهم اقبل، اللهم تب على شباب المسلمين وشابات المسلمات، اللهم كاكينا، اللهم كاكينا، اللهم افتنا بيني وبينا، اللهم اهديهم يا ربي. انا مكفي انت علم فيا يا ربي، ما فيا لا نفاق، انا عارف روحي ما فيا نفاق، ما فيا رياء، ما فيا والو، وراني ندعيكم ما نكونكمش قصص، ربي العالم بيا، راني مضرار، راني مضرار، اللي بغي الخير خير روحي، راني بغي الخوتي، راني بغي الشبيبه، راني بغي الشابات، مساكن المتبرجين، ملائكتي والناس اجمعين. راه فرحان، راه فرحان، راه داي طائفة. تعرفوا أدب ربي كي داير، تعرفوا أدب ربي كي داير. تعرف من يحطك في قبرك الأولى؟ تعرف شكون يخاطبك من يحطك في قبرك؟ رب العالمين. يدفنوك ويروحوا، ولادك يروحوا، أصحابك يروحوا، جيرانك يروحوا، خوتك يروحوا، مالك يولي، كل شيء يولي. عباكش يقول لك ربي من يدفنوك. يقول لك حديث قدوسي، عبدي ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى سوى انا الحي الذي لا اموت. فروا الى الله. اللهم شهد، راني نقول لهم، اللهم شهد، راني نبلغ، راني نقول لكم فروا الى الله، فروا الى الله. وانا ما نقول لكم شحال تيكي دايره، يعلم بها الا رب العالمين. ما نقول لكم شكي راني غني ولا فقير ولا ما بتورع ولا ما نعرف وين نبات. انا ما نقول لكم شكي راني، يعلم بها الا رب العالمين. هذه هي، ونطلب لكم كل خير، ونتمنى لكم كل خير، ونتمنى لكم رضا الله ورضا الوالدين. ها هادشي راه صاري كاع، واحد يجبد امه مقبر يبسم لها، وواحد اخر داير جان يرسلها لبنته، لا حول ولا قوة الا بالله. شوفوا خاطرين، طيح امك، طيح باباك، قعد حدا امك، قعد حدا باباك. واحد هنايا مو راهي تبكي عليه، عيات فيه، قالت لي راني باغية نشوف غير ولدي. قلت لها، قالت لي ما بغاش، راني 3 سنين ما شفتوش. السيد عيط له في التليفون، قال لي ما تيديروشيني يا. قلت له اودي ما تخطاش فيهم في التفاصيل، ومازال ما لقيتوش هكا، يسكن هنا معاه بعيد عليا شويه في شمومه. عيط ما عرفتش كي ندير له. السيد قلت لما، قلت له ولدك قاسي شويه، قلب قاسي. قالت لي ماشي غير قاسي، قلت لها سمحي له كاع ما يجيش عندك. قالت لي هذه اللي خايفه منها، اللي خايف ولدي لا الموت ينقبل مورايا. شو عندك امك طيحه، مهما كانت سيبتك، مهما كنت متزوج ولا مسي متزوج، إلا خوت لا دير معاهم العيب وفرك خويا، دير دارك، اربح امك واربح الزوجة تاعك. واحد قال لي امه، قالت لي طلق الزوجة تاعي، قال لي والزوجة تاعي ما دارت لي والو نبغيها. لا ما طلقهاش. لا يا امه اختي، علاه تقولي لولدك هكا؟ حسني على ولدك، حسني مع ولدك، حسني مع الزوجة تاعها، لا كيما ديريه، ديريها كيما ولدك هذيك. كيما بنتك. الزوجة تاع ولدك. ديريها كيما بنتك. ديريها خير من بنتك. ديريها خير من بنتك. ولا كانت تاني هي تزكي ولا رفدي منها، وانت تاني اختي ما تزكيش على كنتك، عجوزتك مسكينه ما تزكيش عليها، ساح فيها. حنا تاني شويه نغضبوا فينا ابليس، ابليس يفركت. من تعرف ابراهيم باللي اذا غضب احدكم وهو قائما فليجلس يقعد، وان كان جالسا وصبر على غضبان فليضطجع يدير هاك، يقعد على المرفق تاعو يتكسر كاع. وإن كان مضطجعا وما راحش الغضب تاعه فليتوضا، فإن الوضوء بالماء ولا يطفئ النار إلا الماء، لخاطش الغضب جمرة يلقاها الشيطان في جوف ابن آدم. جمرة يقيسالك في الجوف تاعك، تبقى غضبان. دوكاكم قاعدين جماعة، قاعد مع أصحابك ويجي واحد يبقى عايل فيك، تولي تقول أنا كون نسكت أنا هذا دلني قدامهم، على بالك النفس تاعك تولي تقول لك هذيك، ديك يقولوا جايح، يقولوا مدلول، هذيك عايرك ما درت له والو. يجي ابليس يتحاموا فيك في زود، هاو جا ابليس مع النفس. اش كدير لها؟ با يطلع علامك وبا يدير منها. انت اش دير؟
بالغضب تاعك تروح تجيب بوشيه اكرمكم الله سامحوني ان شاء الله كاع خوتي ما يديروهاش خواتك يقولوا امين كاع تروح تجيب بوشيه هاك سال بيت كتله تكيه وعندي سال هاك ما تقلاش تجي على قبله هاك حشيتها فيه وهربت سمعت باللي السيد مات كي صرا لك على رقبتك تولي تقول هادي صلات قالوها لي وجاو قال لي بنعود لك كون خليتك تني وما قتلتهاش قلت لها ودي هذا عاد ما قتلتش عند المسكين وسقتني راه بالحياة الحمد لله راه موصل لي خدم 7 سنين ولا 10 سنين تحبس وخرج الحمد لله مسكين راه ما قتلتش عمدا جا قال لي بالعوده تسمع به مات كي يصرالك هي تولي ما ترقد ليلين لا نهار تولي على بالك تما ما تندم كي يدير ابليس لعنه الله عليه يعطيك انت خطوات الرولة يقول لك اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها ابدا شو راك قاعد وتعرف باللي روحك راك مصلي تصلي وكاع وراك فقر يدخل لك حتى من جهه الفقر يقول لك كيف الناس كاع عندها لك عندها لوطو شابه هذاك ابنا من جاب هذاك احرز روحك الفقر ما يصلح عبدي الا الفقر وما من عبدي ما يصلح الا الغنى ربي باش دارك غني كاين حكمه وباش دارك فقير كاين حكمه يعلموها الا هو سبحانه وتعالى ما كاش واحد في الانبياء ولا في الرسل عاش غني ما قال سيدنا سليمان عليه السلام هو اللي حاسبها ربي في كره ارضيه كاع في الاغنياء سيدنا سليمان ماشي حاسبها يعذبها يولي الاغنياء محاسبه تاع ربي مع سيدنا سليمان عليه السلام كي دايره جاء رهيب عند سليمان عليه السلام رهيب قال اتاني رهيب يعني رجل رهيب من الغرباء جاء عنده قال يا نبي الله لقد اتاك الله ملك عظيم الارياح بين يديك والجن عن يمينك وعن شمالك لقد كان يحكم في الجنة سيدنا ابراهيم يامر الريح تديك تقيسك في مال سليمان عليه يامر الريح تقيسك في نيويورك تقيسك امر الريح تقيسك وين ما تقيسك تقيسك ها شو اعطيه ربي شكون اللي اعطي ربي ذوك الريح عندها 4 دروع تيبها مسكين مخلوع انا يغيطني عندها لوطو شابه مسكين تيبها مسكين ان شاء الله ربي ان شاء الله يكون هو غاني عليها اللوطو شكون شابه صنعها بنادم بصح هو خير من ديك اللوطو هو انت صنعك ربي على بالك انت افضل من هذيك السياره هذيك والله اليهود ما عادش يخدموا لنا كاع انت خير منها لاخاطش انت ربي صنعك دار لك العينين دار لك النيف دار لك الفم دار لك اليدين دار لك العين دار لك الشهوات هذيك حديده ما تقلعكش دير بها ولا ما ديرش عليها بالك تكبك ليا لاخاطش هنا دار فناء وغادي دار بقى مازلنا دار الخلق ها يا سيدنا سليمان اتاني رهيب قال يا نبي الله لقد أتاك الله ملك عظيم الأرياح بين يديك والجن عن يمينك وعن شمالك ماذا قال له سيدنا سليمان قال أسمع أيها الرهيب فتسبيحتي مؤمنا تسبيحة مؤمنا خير مما أوتي فتسبيحة مؤمن في صحيفة خير مما أوتي سليمان ما أوتي سليمان ينفد وتسبيحة مؤمنا تبقى ما عندكم ينفد وما عند الله باق طلعوا غير هذه 100 رحمه هذيك ربي عطانا وحده في الدنيا هذه الصغيره كاع طلع الملكه ربي كبير سبحانه وتعالى ربي ما عطيكش تخيله كيما تخيله يكون عكس ذلك كيما الظن في ربي ماشي هو كاين اللي قال لي في كرسي هذا كفره ربي ما يقعدش على كرسي لا يعرف الله الا الله لا يعرف الله الا الله هو يعرف روحه وراه هو يعرف روحه الكون تاعه العرش تاعه كي ينزل حاسب ينزل من نزل طول الليل من ينزل حتى كيما تنزل انت وتود مع الدرج ما نزل تاع ربي خاص لنفسي هذاك ما كاش لي دخل روحه قل امنت بالله ثم استقم الله نور السماوات والارض قل هو الله تكفيك من يدخل هذا فيك تولي تقول ربي من هذه من الايمان هذه ماشي كفر النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من يدخل هذه قال لك كف عن ذلك كف عن ذلك وقل استغفر الله قل قل هو الله احد سوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد احنا كيبانو ناس ورا اخبار لاخاطش علاه خرجنا الاولى من مجرب للاب وتخرج الثانيه من مجرب للام احنا ضعاف ما كان والو عادم راك اليوم غدوه تموت راك الحشيه بالك ديك الحشيه مول العصر يقول سمعوا بالعوده مات وما يدري تلقاو الله بخير وما عذبناش راضي علينا والله ربي يكشف لنا دروك ولو شاء الله ولو شاء الله ان الله على كل شيء قادر مجرد كلام غير مثله ولو شاء الله دروك يكشف لنا الجنه على بالك باللي تخلي كل شيء تسمع في كل شيء كاع صاي ما كان لا دارك لا ولادك يا ربي اديني تما تسمع في كل شيء على بالك ما صاي ما تحق والو جنة تعرف كي دايره ولا وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين ما كان صارت ما تذكي
ما تصوم ما تصلي ما تدوش ما تبدل حوايجك ما كان والو ولباسهم فيه حرير ما كان والو ما تدخل بيت الخالة أخي الكريم قلت لك دار حياة واحدة أخرى تولي كل ملائكة أرواح طاهرة من جمعة الجمعة ربي يرسل لك بطاقة يقول لك عبدي اشتقت إليك ألم تزورني من تروح تزور ربي سبحانه وتعالى يقول لك يا عبدي هل أزيدك أفضل من هذا يقول قاعد أصحاب الجنة يقول يا ربي ما يكون أفضل من هذا لقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعود لهم ربي ويقول يا عبادي هل أزيدكم أفضل من هذا فيقول يا ربي ما يوجد أفضل من هذا أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعود لهم ربي ثاني التالتة يقول له نفس الشيء شايد لهم ربي يكشف الغطاء يشوف وجه ربي خير من جنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اللهم لا تحرمنا منه اللهم لا تحرمنا منه اللهم من كان على حق فتبتوا عليه هنا قدام نختموا لكم مني الشكر وجندل تاعنا تاع عين دفلة خويا كريم خويا بوعلان تاع تيزي وزو محمد جندل محمد جندل خويا تاع عين دفلة الله يثبتك الله يقضي حوائجك إن شاء الله الله يجازيك والله يجازي كاع خوتي بوعلان خويا تاع تيزي وزو الله يشافي لك الدار إن شاء الله قال لكم ادعوا لي ربي الزوجة تاعي مريضة وامو ثاني مريضة الله يشافيهم الله يقضي حوائجك إن شاء الله والله يقضي حوائجكم كاع اللهم اقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحم كل ميت واغفر لكل ميت ولكن هنا يدخل شرط للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات اللهم من كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته في قبره إذا كان بالعذاب راني ندعي لها ربي لقد تقرا ولا عذاب ربي لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد هذا النار اللي عندنا هذا جزء من 70 جزء من نار جهنم 70 درجه راهي في جهنم هذه غير درجه واحده دخلني لي هذا وقطع كي نولي ولا نولي حموم ننحرق كاع بصح 70 درجه ندخلوها لا يموت فيها ولا يحيا كي ولي داير الله اعلم اللهم عافينا منها وعافي المسلمين والمسلمات منها خواتاتي الشباب الشبيبه فروا الى الله غادي ينفعنا غير ربك دقيقه ما دقيقه هيا خاوتي خواتاتي فروا الى الله هاني نقول لكم غير هذا الباب ينفعنا وان شاء الله ربي هو اللي يسلكنا واللي ينفعنا اللهم من كان على حق فتبتوا عليه ومن كان على باطل ويظن انه الحق فرده ربي الحق ردا جميلا اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك واخر كلامنا من هذه الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله السلام عليكم الجمعه الجايه ان شاء الله نتلاقاو باذن الله لحيانا رب العالمين فروا الى الله وراني قلت لكم راني قلت لكم راني ندعيكم ربي ولكم مني كاع السنه 48 ولايه في ارض الوطن او خارج الوطن وساره بنت اختي راهي في فرنسا قالت لكم ادعوا لي ربي ان شاء الله ليها ولبناتها وللزوج تاعها وكاع اخواتي وبنات اختي وكاع الاهل الجزائريين شابات وشبيبه في ارض الوطن او خارجه لكم مني السلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى.